Bonjour you guys, كيفكم؟ اليوم حابة أحكي لكم عن كتاب مترجم لكاتب فرنسي لقيت له جمهور كتير واسع وطويل وعريض في الوطن العربي، وقرأت له كتير ريفيوز بتمدح في كتابته وفي قصصه. فرحت أنا اخترت له كتاب عشوائي من المكتبة وجبته. هذا الكتاب هو غيوم ميسو الكاتب والكتاب هو مترجم عن كتاب فرنسي اسمه لبيل دو لونج. هذا الكتاب هو نداء الملاك لغيوم ميسو. اوكي احكي لكم شوي عن الكتاب. اول ما انا شفت الكتاب طلعت عليه لقيت هيك ايفل تاور، وحده مسافره ولونه بينك، فانا فكرته it's a romantic story it must be. اوكي it's not a romantic story. It فيها رومانس بس الكتاب هذا فيه mystery, murder, action. It's action backed seriously. يعني كل جزء I'm like قلبي بيعمل بوم 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 بوم، you know it's a good book. okay فهمت ليه عنده جمهور كتير كبير، لأنه القصص تبعته قصص جرائم وقصص تحقيق وقضايا، وفيها طبعا action ورومانس whatever، بس يعني mainly قصص عن هيك مواضيع. okay فخلصت هذا الكتاب يمكن في يومين أو ثلاثة I'm not really sure، لأني كنت تعبانة أنا وأصحى، كنت نفسي أخلصه دفعة واحدة بس I was really tired. فهلأ عم بقرأ له حالياً كتاب تاني اسمه غداً دميان، ولقيت انه الكاركتر اللي هو جوناثان موجود كمان في كتاب دميان، فشكله الكاتب يوم بيدخل كاركتراته مع بعض في نفس القصص. لانه هلأ بعد كتابه التاني انتبهت انه هو بكتب دائماً في باريس ونيويورك، هدول الأماكنين كتير موجودين في قصصه. اوكي احكي لكم شوي عن الكتاب. هلأ انا بدي احكي لكم يازي كيف انا حسيت انا عم بقرأ، مش انه الكتاب عن شو هيك. بدي احكي لكم الفيلينج وانا ام ريدينج اند ام ديسكفرينج مع جوناثان ومادلين شو عم بيصير. اوكي سو بتبدا القصه عنا في الهوليداي سيزون في مطار كينيدي في نيويورك. اوكي جوناثان بيكون مع ابنه في المطار بالفود كورت، نفس الوقت بتكون مادلين عم تستنى خطيبها عم بتدور على طاوله في الفود كورت. they both spot the same table وبيروحوا عليها. قبل ما يوصلوا they clash بخبطوا في بعض. اللي بيصير انه بهذا اللقاء اللي بثواني بيصير حياتهم كلهم رح تتغير. يعني مرات كثير بتخبطوا في حدا وعمرك ما بترجع بتشوفه مرة تانية. هدول التنين they clash وبفوتوا في حياة بعض. okay so basically Jonathan بيكون طاير من كينيدي مع ابنه اللي هو في نيويورك رايحين على سان فرانسيسكو، مادلين بتكون طالعة من نيويورك وراجعة على باريس. لما توصل باريس بتكتشف لرعبها انه موبايلها اتبدل في موبايل الرجل اللي خبطت فيه. جوناثان بيكتشف نفس الاشي نفس الوقت and they both freak out، لانه بصير الواحد يفكر انه شو في على موبايلي، حياتي الخاصة، صوري، my life, sometimes my secrets, whatever. فبيروح جوناثان ببعث مسج لمادلين انه هاي كيفك، انه هو طبعا he's so rude من اول اصلا بحكي شو هذا الزلم ليك معصب طول الوقت، بس بعدين بكتشف ليش. اوكي so he sends her a message بيحكي لها انه موبايلنا تبدل في بعض، ف please send me my mobile انا رح ابعث لك your mobile. فبيبعث لها عنوانه واسمه، وهي بتعمل نفس الشيء بتبعث العنوان والاسم، وبتفقوا على اساس انه بكره الصبح يعني ماكسيموم بكره انه رح يتبدلوا رح يتبدلوا موبايلين في بعض. اوكي this does not happen. هلا اللي بصير في الليله هاي جوناثان بنهوس في مادلين like seriously it's unhealthy. بيقعد يتفرج في موبايلها ببعبشه كله like من اوله لاخره، ببعبش صورها، مواعيدها، her emails، her contacts، الريدنج ليست تبعتها، الموفيز تبعونها، الميوزك اللي بتسمعها. he attacked the whole mobile and he's obsessed with her. بحس هيك mysterious and he's هيك في اشي جواته بيصحى. اوكي هي عكسه، هي بتتصرف بطريقه كتير careless، she doesn't look، she doesn't even bother looking which is weird. يعني يا طخه يا اكسر مخه. اوكي جوناثان
يعني بنكتشف من شخصيته والقصة عم تتمحور انه هو كتير عم بيعاني من فترة في حياته من طلاقه من مرته اللي كان كتير يحبها، ومن هنا انهيار الشغل تبعه. هو بيكون شيف كتير مشهور وكان عنده امبراطورية وانشهر كتير عالميا، وانكسر كل هذا الاشي بفترة بسيطة. مادلين مبينة حياة عادية، عندها واحدة بريطانية انتقلت تعيش في باريس وعندها محل ورد، هيك كل اشي شكله سمسم انه كل شي تمام يعني، بس في اشي بنظرة عيونها بلفتو كتير لجوناثان. بارت 1 بارت 2 which is important انه جوناثان بحس انه الفايب اللي هي شكلها وطريقة لبسها وطريقة حياتها ما بتشبه اهتماماتها اللي جوا الموبايل. بمعنى الوحدة لما تكون هالقد شكلها واو وحبيب بتلبس كتور أو whatever وخاطب جديد وهيك، كيف لازم تكون الاهتمامات تبعتها؟ بتحب chocolate movies, she's happy, she likes to read romances. الكتب اللي بتكون على اللسة تبعتها كلها هيك كآبة أو psychology أو أشياء جرائم. الميوزك تبعتها نفس الشيء، بتكون هيك blues and jazz and stuff like that. ومعظم هاي الأشياء هو مشتركة معه، هو already عنده اكتئاب وبروح دكتور نفساني. اللي بيصير انه بيكون في اضراب زي دائما في باريس، اوكي اضراب شغل في وقت الهوليديز، فكل الاشياء الحكوميه بتتسكر، فبتقرر انه هي يعني تبعت له اياه بالفيدكس. بس بعدين بتفكر بحالها انه بتقلق انه ابعت له ولا ما ابعت له، لازم يبعت لي هو اول بعدين انا ببعت له. بهذاك الوقت هي وجوناثان بيصيروا يحكوا شات، وبتعرف انه ببعبش في موبايلها وبترتعب كتير. ليش؟ لانه في فولدر جوا الموبايل عليه باسورد وهي ما بدها اياه يشوفه. بيكتشف من طريقة بعبشته انه كتير اشياء عندها قليلة، يعني كل مخزونها كتير قليل، بس هذا الفولدر ضخم like ماخذ 3/4 الموبايل. فبنهوس بصير يحاول كتير يلاقيه، بده خلص بده يفوت يشوف شو جوا. اوكي طبعا انا طول الوقت بحكي انه ما بحب هيك كثير اوبسيسيف وما عنده امانه ابدا، بس whatever. اوكي القصه هيك، ف احكي لكم ولا لا؟ لاني انا تفاجأت وانبسطت وقرأت تأثرت كثير. اوكي هلا القصه زي ما انتم شايفين عندنا ثلاث اقسام. القسم الاول اللي هو قسم اللقاء تبعهم وهذا اللي عم بحكي لكم اياه هلا. القسم الثاني والثالث it's the part that shocked me. زي ما قلت لكم الغلاف ما بوحي بالقصة. القصة هلا رح تصير كلها عن جريمة قتل وسسبنس ومافيا وتحقيق وانتحار واكشن، وبرجوكي هدول التنين كيف التقوا في بعض، مش يعني حياتهم اتصلت في بعض قبل ما حتى يلتقوا. العنوان نداء البلاك اللي هو ريبيل دو لونج معناها هذا زي مثل بالفرنسي، يعني زي ميتافور للقدر، انه زي المكتوب. اذا احنا هذا بنحكي هذا مكتوب، هم بيحكوا هذا يعني نداء الملاك، الاشي اللي رح يصير لازم يوصلك، يعني اللي مكتوب على الجبين بتشوفه العين. هيك بمعنى، هيك معنى الغلاف، انه هذا كله اللي عم بيصير ولقائهم واللي رح يصير بالقصة مكتوب. فإذا بتحبوا النوع المفاجئ بالقصص، دموي عنيف، فيه قضايا ممكن ما بتحبوها كل الناس، بيحبوا الأشياء اللي فيها mystery suspense ومين المجرم وهيك، you're gonna love this book. فهذا الكتاب نقدر نحطه بهاي الكاتيجوري، it's a mystery book. يعني it's a suspenseful book actually، لأنه قلبي يضل يعمل بوم بوم بوم، فاهم قصدي؟ فا yeah if you like this kind of book you're gonna love it. هلا بعد ما أقرأ أكم من كتاب لإله بعرف إذا كل ستايله نفس الإشي، لأنه basically هلا في أشياء معينة نفس الإشي، فا بحكي لكم عن كتب تانية لإله بعدها. So all in all I gave it 5 stars. Read it. كتير fun الكتاب.